كلام داخل من العام. كلام داخل في غضروف في داخل دم وماي. ماي. وما سوي قبل العملية ولا شيء؟ يريد عملية أنا يسوي. يريد برانة يسوي. يا برا يا عملية بس. وقت اللي أنت يجي علمك علم زيادة وقت اللي روح من العام. أيوة ما يمشي. ما يقدر يمشي. على الكرسي نفس كذي. ولا يشلون على الكرسي. بعدين قلت لهم أنا ما يريد لك ذاك بس. كلام زين أنت ما يريد برا روح بعدين يفكر بعدين رجع. عادي حبوب وشيء لا. ما يعطي العلاج. ما عادي أبدا. فكر رجع يريد برا برا بس بدون أن عملية من شيء. زين إن شاء الله يجي مني كيف يتجه؟ الحين زين الحمد لله. ألم؟ ما في ألم ما في شيء رجلي. ألم مال أول يا أبدا ما في. ما في راح الحمد لله. الحمد لله زين. الحمد لله. وبعد بس ألم في منطقة مال جراحة منطقة. الجراحة بس ما جراحة الحمد لله ما في شيء. الحمد لله كل شيء زين. أنا بخير الحين بروح بلادي أمان أنا الحمد لله بخير. أولادي الحين انتظروني هناك أنا بخير. أنا أول كان ما يقدر طول النهار أنا الحمد لله أنا زين دكتور زين واجد من شوية دكتورات ما دخل في أمان في كلام دكتورات ما قالوا بدل بس قالوا نضرب شبرة ما في كلام بدل ولا شيء لا يريد إبرة أنا بنضرب شبرة نضرب شبرة لاثنين سنة ثلاثة سنة بعدين يرجع مرة ما يقولش ضرب شبرة خلاص قلت له انا ضربوني برا بعدين انا اثنين سنه ثلاث سنه بعدين يرجع مرض لا لا يبقى ما في ايوه ايش في فايده يعني؟ نعم اذا كان ترى غير من دخل هذا الدكتور ما بدل كذا هذا كلام احتكاك فيه ايوه هذا خراب احتكاك هذا الحين انه يجي مني دكتور كلام ما في زين ما في احتكاك في زين ايوه انا اريد علاج مشان هذا الحين ما في زين هذا زين الحمد لله هذا ما زين ايوه هم قالوا هذا ما في زين هذا ما يريد برا ما في زين ايوه الحين هذا زين هذا الحمد لله زين بس مشان عملية شوي لازم وجع نفر جسم جراح لازم فيها وجع في العملية أنت مرتاح يعني زين يعني الحمد لله الحمد لله أنا أول ما يقدر يجلس ما يقدر نوم بيت أيوه ما يقدر شيء ما يقدر جاهز شكوى مس هذه ما يقدر الحين عادي الحمد